شفنا مقطع من مسلسل بطلوع الروح، يعني قولي لنا على دورك إلى جانب الفنانة منى شلبي وكيف كانت هذه التجربة؟ الحقيقة أنه أنا دوري كان صغير بالمسلسل بس أثره بقلبي كتير كبير، لأنه الشغل مع مدام كاملة أبو زكري هو من أحلى الأشياء اللي ممكن تصير مع أي ممثل الحقيقة. وأكيد أستاذي منى شلبي كمان شريكة أكثر من رائعة، فنانة بكل معنى الكلمة، عملت لي إضافة حقيقية وعملت لي قدمت لي دعم حقيقي على الست. كانت ظروف التصوير كتير صعبة ومتعبة، بس الحمد لله أنه نحب والحمد لله أنه الناس كلها تحضرت وأسنت على المشروع ككل والحمد لله. الحمد لله. أيضا ريم كان لك مشاركة في مسلسل برانويا مع نجم قصي خولي، إلى أي مدى برأيك ريم أنه الأعمال العربية المشتركة تخدم في انتشار الفنان واتساع جماهيريته؟ كيف تشوفين هذا الرأي؟ يعني أكيد بالأخير أنت عندك مثل باسبور للعبور لما بتكون بعمل عربي، فبالتالي كل البلاد مهتمة بالشيء اللي عم تقدمه. نعم. فبتقدر تلامس أكبر شريحة ممكنة من كل الجنسيات إذا بدنا نقول. نعم. بصراحة هذا الشيء أكيد عمل لي سبورت بمهنتي وخصوصي بالسنتين الأخرانيات يعني. وكمان الأستاذ قصي يعني الشغل معه هو براند، وبالتالي الشغل معه أكيد إضافة. شفناك في مسلسلات كثيرة مثلاً علاقات خاصة، باب الحارة، أوركيديا، بس من أكثر الأدوار طبعاً اللي حبوك الناس فيها اللي هو دور لونا في مسلسل العراب، فقد إيش أضف لك هذا الدور لمسيرتك الفنية وقد إيش تحبيتي هذا الدور؟ هلأ هذا الدور هو مو إضافة، هو نقطة الانطلاقة، يعني هو النقطة اللي أنا بلشت منها، ومو أي نقطة يعني، كانت بقيادة الأستاذ الله يرحمه حاتم علي، فهي يعني أنا مدينة له بالشكر لآخر يوم بحياتي على هاي الفرصة اللي قدم لي إياها. هو اللي قدم لي للناس عبر شخصية لونا كانت شخصية صعبة كتير، بتخيل لو عملتها هلأ يمكن كنت عملتها بطريقة مختلفة، لأني صرت بجوز أنضج شوي، يمكن كنت شفتها بطريقة تانية، بس أنا بحبها للونا وبحب العراب، بحب أنه آخر مسلسل مثل فيه كمسلسل مو فيلم أستاذ حاتم كنا أنا وياه بلونا ونورس، فهذا الشيء كتير بيسعدني يعني. نعم ريم، يعني أكيد الحديث عن مخرج كبير عن الراحل حاتم علي يذكرنا بهذه القامة اللي احنا يعني ما ننساها لأنه أعمالها دائما موجودة على الشاشة، لكن حدثينا أنت عن هذا الشخص، كيف انطلاقتك كانت معاه، الأشياء اللي أنت يعني تعلمتيها وأخذتيها من هذه القامة الفنية، أو حتى لما نقول لك حاتم علي شو يجي في بالك أكثر شيء؟ أنا هو عرابي، يعني عرابي بكل معنى الكلمة، أنا علاقتي فيه كانت مثل أستاذ وطالبة يعني. اشتغلت معه 3 سنين بشكل متتالي. أستاذ حاتم مشروع، أستاذ حاتم وجهة نظر، هو لما بتكون أنت عم تحكي عن حاتم علي ما تكون عم تحكي عن مخرج وبس، تكون عم تحكي على المرأة بمشاريع حاتم علي لما بنشوفها بعصي الدمع ولا بالفصول الأربعة ولا بالعراب ولا ولا ولا، هو فنان بكل معنى الكلمة، صاحب مشروع، صاحب وجهة نظر، حد بإصراره على تقديم ما يؤمن به. تعلمت منه الإيمان والشغف، وتعلمت منه عدم التنازل عن القيمة الفنية. بتمنى أقدر بمسيرتي كلها حقق 5% من اللي هو حققه، وكون مؤثرة 5% قد ما كان هو مؤثر. أكيد بإذن الله. أنا فيني أقدر أحكي لك عن حاتم يعني إلى اللانهاية. نعم. فيني إذا بضل فاتح لي الهواء 20 سنة بلا والله. والله يستاهل يعني الراحل حاتم علي. ويعني أكيد أعمال راسخة بذاكرتنا وبذاكرة الجمهور. بالنسبة خلينا نشوف الجديد بالنسبة لريم. إيش قاعدة تحضري؟ نعم. في شيء جاي في الطريق؟ بالضبط.
حالياً أنا بريك يعني أنا بعد أنا هلأ في عندي كذا مشروع إن شاء الله بين دبي وبين بيروت، عم شوف في كذا يعني الخيارات الحمد لله كثيرة صارت بعد بطلوع الروح وبعد لغز الأقوياء كمان بعده ما نعرض على المفتوح. نعم. فصار في كثير قصص بالأفق. طيب. عم جرب نقي. نعم. أفضل شيء هذا. خليني أنا ريم، على أي أساس أنت تختارين الأدوار وإلى أي مدى الأعمال المشتركة تكون، يعني أنا ما أعرف إذا أقدر أستخدم هذا يعني المصطلح، أنها تكون يعني عايمة مش عمل محلي خاص أو جمهور، يعني أنا بما معناه أنه التوجه لهذا الجمهور العريض والأفكار العامة، إلى أي مدى هذا يخلي عند الفنان رضا عن الإمج اللي هو يطلع فيها؟ يعني ومسألة الاختيارات. قلت سؤال على ريم كذا. لا لا، ريم فنانة وعميقة و يلا تمام يلا تمام معك ومركزة معك. اوكي هلا انا بشوف انه اللي بيعمل هلا اكيد لما بيكون في عمل عربي بان عربي بكل من جنسيات متنوعه اكيد بيساعد، بس انا كمان عندي وجهه نظر ثانيه انه لما بتكون المشروع الفني قيمته عاليه فشو ما كانت جنسيته رح يوصل لكل الناس. انا كيف بنقي الدور؟ بنقي الدور يلي بحس انه هذا بيعمل لي تحدي، حتى لو كان مشهد او كان بطوله من الجلده للجلده. أنا ما بفكر غير بأنه قديش هذا الحضور اللي بدي أعمله قدران يستفزني لحتى أقدم شيء أفضل. ما بفكر يعني أنه أنا لا بالمساحة ولا بالشكل ولا يعني بطلوع الروح نحن ولا حدا حاطط ولا نقطة ميك اب، يعني لأنه لازم نكون بدون ميك اب. ففكر بأنه أنا شو القيمة اللي عم بقولها، شو الفكرة اللي عم بيقولها هذا الدور، وبجرب قد ما بقدر كون أمينة بأني أنا أقدم هاي الشخصية بأمانة. نعم. بوجهات نظرها هي، بقناعاتها هي، وعلى هذا الأساس بختار يعني. ودائما عم جرب يعني عم ببذل قصارى جهدي أني نقي أفضل الأشياء اللي عم تتقدم يعني لإلي. ممتع.